السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج المشهد بشقيه اليوم للتطورات في غزة وأيضا للانتخابات في موريتانيا. البداية مع التطورات في غزة، حيث تغتال إسرائيل رابع مسؤول عسكري في سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة خلال اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على القطاع. اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية بسرايا القدس علي غالي يعد ضربة قوية تضاف لاغتيال ثلاثة من قادة الحركة. من جهتها الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقات متعددة من الصواريخ باتجاه غلاف غزة، فقد دوت سفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف. في خضم كل ذلك تجري جهود الوساطة للوصول إلى تهدئة ترفض فيها إسرائيل حتى الآن شروط حركة الجهاد الإسلامي. نسأل في المشهد، أين وصلت جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في ظل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في ظل رفض إسرائيل شروط الجهاد الإسلامي؟ وإلى أي حد تود إسرائيل إيصال الصراع ووسائل إعلامها تنقل عن مسؤوليها رفضها وقف سياسة الاغتيالات في القطاع؟ وأي نتائج تطمح حكومة نتنياهو لتحقيقها بتصدير أزمتها نحو القطاع؟ لمناقشة كل هذه المحاور أسعد باستضافة الدكتور رمضان أبو جزر رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى من بروكسل. أهلا وسهلا بك دكتور أبو جزر. مساء الخير، تحياتي. ومعنا أيضا دكتور سامي الأصل الأستاذ بجامعة الأقصى من غزة، أهلا بكم ضيفي الكريمين. وأبدأ معك دكتور سامي الأصل، في قطاع غزة ما تزال تستمر الهجمات الصاروخية من إسرائيل وأيضا تنطلق رشقات صاروخية من فصائل المقاومة نحو غلاف غزة، فيما يجري الحديث في الأوساط السياسية عن تهدئة تبدو متعثرة برفض إسرائيل لشروط حركة الجهاد. إلى أي مشهد أي مشهد نحن مقبلون عليه حتى الآن؟ وطبعا بالتأكيد بعد كل تصعيد وجولة تصعيد بيكون في تهدئة، لكن لغاية اللحظة الجيش الاحتلال يقوم بضرب كل مناطق قطاع غزة. يعني وأنا في الحديث معك الآن ضرب في خان يونس، في رفح، في وسط القطاع، في شمال قطاع غزة. سياسة الاغتيالات بدأت حاليا الآن، سياسة هدم البيوت وإخلاءها، سياسات زيادة في العنف طبعا. وهذا الكلام بيأكد أنه ما في نية عند الاحتلال الإسرائيلي بإقامة أو إبرام تهدئة مع الفصائل الفلسطينية. المشهد حاليا الآن بيعطي صورة أنه في تصعيد وتصعيد شديد. الاحتلال طبعا كأنه بيضع رجله في النار، رجل ثانية في جهنم، يعني من أجل أنه يعني بده يحقق أهدافه. طبعا مصر والأردن وفرنسا وطبعا ألمانيا نعم بدأت ب يعني إبرام يعني شيء أو اتفاق من أجل وضع حد لهذا التصعيد. ولغاية اللحظة نجد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالضرب في كل مكان، يمكن تسمع من خلال الجوال حاليا الآن عملية الضرب في كل مكان والاستهداف في كل مكان، وهي ساحة حرب حاليا الآن موجودة عندنا هنا في قطاع غزة. طبعا معروف عن الاحتلال أنه يعني يتنصل من الاتفاقيات المبرمة دوليا، سواء التي كانت في واشنطن أو حتى اتفاقيات أوسلو وغيرها، فما بالكم بتهدئة مع الفصائل؟ أمر يعني طبيعي. ولو كان الاحتلال يحتاج إلى تهدئة لمنذ اللحظة يعني أعلن وقت إطلاق النار وانتهى الأمر إلى هذه الحالة، لكن حاليا الآن هو متعطش للدماء، متعطش للقتل، متعطش للتصفية. وطبعا قادة الجيش يعني الاحتلالي يقول بأن احنا لسنا يعني مهتمون كثيرا بالتهدئة، عملنا حاليا الان تصفيه يعني الجهاد الاسلامي وقاده الجهاد الاسلامي والغرفه المشتركه والفصائل الفلسطينيه والمقاومه بشكل عام. طبعا قواعد الاشتباك يعني عملت او عمل الاحتلال على توسيعها اكثر فاكثر، كان سياسه الاغتيال قد انتهت منذ فتره طويله، الان استعيدت هذه السياسه. ايضا سياسات المتابعه والقصف في كل الاماكن بدات كسياسه جديده. عمليه التهدئه ايضا صار في تلاعب فيها، مع انه معروف انه يعني ممكن يعمل تهدئه قبل حوالي 4 أيام وبعد ذلك نكث بهذه التهدئه. المشهد حاليا الان يعني في قاده للجهاد الإسلامي لم يتم الرد عليهم، بالرغم أنه قبل قليل تم
ضارب منطقة رخبوت إلى الجنوب من تل أبيب، وهناك إصابة في تلك أو ذلك الاستهداف. لكن بالرغم من ذلك إلا أن حركة الجهاد الإسلامي لا زالت لحتى هذه اللحظة لم ترد الرد التي يعني أطلقته والتي وعدت به والتي أعلنته عبر الإعلام وأيضا عبر وسائلها في إعلامها الداخلي عندنا هنا في قطاع غزة. نعم طبعا دكتور، سأعود إليك دكتور الأصل. دكتور أبو جزر، في بروكسل إلى أي حد اجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن ومصر اليوم في برلين، إلى أي حد يمكنه أن يكون إضافة للضغط على إسرائيل وبما احتواه من تصريحات تندد بهذا الهجوم وما نعرفه من تنديدات على ورق، إذا ما قارناه وربطناه بتصريحات ممثلة الخارجية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين قبل أيام التي هنأت إسرائيل على جعلها الصحراء مناطق خضراء تتحدث عن تاريخ قيام دولة إسرائيل؟ تحياتي لك والرحمة للشهداء وتحياتي لضيفك الكريم. هناك تحدثت في عدة ملفات، بداية الرباعية التي اجتمعت في برلين، هذا اجتماع كان دوري ولكن نظرا لسخونة الأحداث الحالية تم التطرق إليه إلى ضرورة وقف إطلاق النار وضبط النفس من الطرفين. عملية أو بجزئية بدأ انصياع إسرائيل للقرارات الدولية، لا أعتقد هذه الحكومة المتطرفة المتعطشة للدماء سوف تكترث كثيرا لأي بيانات تصدر عن الرباعية أو حتى عن مؤسسات دولية. هذه الحكومة وهذا جيش الاحتلال يشعر بتفوق كبير في القوة أو بشعور فائض في القوة، يريد أن يستغله خدمة لأجندة سياسية مهمة جدا وضرورية للقيادة السياسية المتطرفة التي كادت أن تتفكك لوم هذه الحرب. نتنياهو وحكومته المتطرفة تعاني ضغطا من الشارع الإسرائيلي، قرر نتنياهو استخدام الأسلوب المفضل لديه، الهروب من الأزمات الداخلية اتجاه دماء الفلسطينيين في غزة، ونجح في ذلك. التشقق أو الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، أول بوادر الهجوم على غزة واغتيال الأبرياء المدنيين كان عودة بن غفير إلى الحكومة وتهنئته ومباركته لنتنياهو على هذه الخطوة بمقاييس المتطرفين الصهاينة الشجاعة. أما فيما يتعلق بخطاب أورسولا فون دير لاين المنافق، الخطاب القديم المتهالك الذي انتقدها حتى مفوضيات ولجان أوروبية عديدة وبرلمانيين لم يكونوا راضيين على هذا الخطاب الغير واقع والغير منطقي، عندما تهنئ دولة قامت بنظام الأبرتيد في الوقت الذي دول الاتحاد الأوروبي لا زال الاتحاد الأوروبي هو أحد أعضاء الرباعية الدولية لإدارة عملية السلام التي بنيت وفق المقاييس الأوروبية، وزالت أوروبا تتحدث عنها أنها تؤمن فقط بحل الدولتين ووجود الشعب الفلسطيني على دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. اليوم قطاع غزة في مواجهة عدوان صهيوني متطرف جداً، اختار موقع وتوقيت المعركة جيش الاحتلال، اختار مكانها وطريقتها جيش الاحتلال. ومن وجهة نظري أن الإقدام على الاغتيال وإيقاع ضحايا مدنيين كثر من أطفال ونساء كان هدف نتنياهو الأول في هذه المعركة من أجل استدعاء رد فلسطيني من فصائل المقاومة الفلسطينية، يسمح ويشرع لقوى جيش الاحتلال المتفوق عسكريا بتوسيع دائرة الاستهداف لعملية حرب طويلة. وهذا ما يدلل ومنذ اليوم الأول على وكالة الأنباء ونحن نتحدث أن من بدأ هذه العملية بهذه الهمجية الكبيرة لا يخطط لهدنة قريبة ولن يسهل. شروط الجهاد الإسلامي كانت سهلة وواضحة وليست معقدة، هو طالب بالتزامات بوقف عن سياسة الاغتيالات، طالب بتسليم جثمين الشهداء أو جثمان الشهيد خضر. لا، هذه طلبات تعنت الطرف الإسرائيلي لشعوره بفائض القوة ولشعوره بالتفوق، ولكأن المقاومة، لأن المقاومة أيضا لم تستخدم أقصى ما لديها لإيلام الاقتصاد الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي. نتنياهو يريد أن يحقق نصرا داخليا داخل إسرائيل من خلال هذه الحرب، ونصرا على المقاومة الفلسطينية، ونصرا حتى على المجموعة العربية والدول الداعمة للسلام. هذه الحرب إذا لم يتلقى نتنياهو صفعات سياسية وصفعات ميدانية
سوف تستمر هذه، ونحن لا نتمنى أن تستمر. على الرغم من الأصوات في الداخل الإسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية تقول إن على لسان بعض المسؤولين أن هذه الحرب أو هذه المعركة قد حققت أهدافها والاستمرار فيها هو أمر عبثي. هيئة البث الإسرائيلية سيد أبو جزر، دكتور أبو جزر، هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي تقول إن المعركة لن تستمر طويلا وسيجري الاتصال والوصول إلى وقف إطلاق النار، وتنقل أيضا وصول وفد مصري من أجل التهدئة. إلى أي حد ممكن أن يجري الوصول إلى تهدئة فيما المقاومة تهدد بتصعيد آخر؟ نثق دوما بالوساطة المصرية ونثمن دور الإخوة المصريين في حرصهم على حماية الشعب الفلسطيني من الهمجية الصهيونية، ونثق أيضا في المقاومة الفلسطينية التي كانت دائما تلتزم، ولا نثق بالوعود الإسرائيلية ولا بالبيانات الإسرائيلية، ولا يمكن الوثوق بالقتلة والمجرمين، مجرمي الحرب، قتلة الأطفال والنساء والذين يهاجمون منازل مدنية بأربعين طائرة عسكرية، لا يمكن الوثوق بوعودهم بقرب وقف إطلاق النار. نتنياهو في أزمة كبيرة إذا وقف إطلاق النار، هو يريد أن يسوق نصرا كبيرا جدا، هذا النصر له أثمان وله دلالات، هو يمكن خداع الشعب ما يسمى بدولة الاحتلال. نعم، سنتحدث عن الأثمان والدلالات وما حققته حكومة نتنياهو، سأعود إليك دكتور أبو جزر. دكتور الأصل في غزة، يقول بيان أخير للجهاد الإسلامي بأن العدو يواصل جرائمه بحق الأمنين في مساكنهم وسيدفع الثمن، فيما تتحدث هيئة البث الإسرائيلية عن أنه المعركة أو أنه سيجري الاتفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتتحدث عن وصول وفد مصري إلى هناك. إلى أي حد يمكن المقاربة بين الموقفين؟ حاليا الآن نحن بنلاحظ أنه صفارات الإنذار الآن طبعا بدأت تنطلق في كل مناطق الجنوب، جنوب الاحتلال، جنوب تل أبيب، مفيكيم، رحفوت، كل مناطق الجنوب وغلاف غزة كذلك الأمر. وندل هذا على شيء بدل أنه لازال التصعيد هو سيد الموقف. لا شك بالفعل الوفد المصري كان متجه لبيروت لعقد لقاء مع طبعا لقيادة الجهاد الإسلامي هناك في بيروت، ولازال الجهاد الإسلامي حتى في قطاع غزة لم يرد على أي اتصالات. ونلاحظ أن الناطق الرسمي طارق سلمي باسم الجهاد الإسلامي قال بأنه لم يتصل بنا أي أحد سوى اللي هم الإخوة الأشقاء في مصر. في جهود لا شك مصرية، وهذه الجهود ليست من الآن وإنما كانت منذ حرب عام 2008 و2012 و2014 و21 و2022 في العام الفائت. طبعا مصر الملف هذا كله موكل إليها، لكن الأحداث حاليا الآن يبدو أنها سابقة لأوانها لسبب بسيط جدا، أنه الاحتلال متى يريد أن يبرم تهدئة يبرمها، ومتى يريد أن يقول تم وقف إطلاق النار يتم وقف إطلاق النار، ومتى يريد أن يتنصل من التهدئة يتنصل منها. الأمر هذا متروك يعني للخلل في الموازين القوة. وطبعا من الظلم أن احنا نقول أنه قطاع غزة يمكن أن يقف أمام دولة مستقرة اقتصاديا ومستقرة سياسيا ولها تعقيدات كبيرة جدا من الأحلاف، سواء كانت مع الدول الغربية أو حتى مع بعض الدول العربية علاقة طيبة. قطاع غزة في حالة كما هو معروف، حالة يعني محاصر شديد الحصار، الداخل له قليل وأيضا ربما تقتصر على المواد الغذائية. نحن أمام مشهد من مشاهد عدم العدالة الدولية وعدم العدالة كذلك الإقليمية، في مشهد لا يمكن أن نصفه بمشهد عادل، حتى أن بعض الدول الأوروبية التي هي في الأساس منحازة ومتحيزة للاحتلال الإسرائيلي كانت تنادي بمبدأ التناسب، لأنه مش معقول يضرب القطاع بطائرات حربية بال16 مقابل سلاح بسيط يتم يعني لا شك، وهذا السلاح يصنع الكثير هناك في داخل الاحتلال الإسرائيلي. والآن تردنا يعني أنباء في رحفوت أن هناك في 3 من الإصابات، وإحدى هذه الإصابات إصابة خطيرة، لأنه برضو قطاع غزة لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان وأمام هذه الجرائم. الهدنة أكيد الهدنة حتم، لكن الجولة هذه كمان لازم يكون في لها ثمن،
ولا بد أن يكون تدفيع الثمن كبيرا أمام الاحتلال. بنعرف أنه بورصة الاحتلال أيضا بدأت تتضرر، وبندرك جيدا أنه يتم الآن طبعا تحويل مسارات الطائرات من مطار بن غوريون بسبب الاحتياطات الأمنية، وأيضا نعلم وتعلمون أيضا جيدا أن بعض الطائرات تم تحويل مسارها وعودتها إلى بلدها. هذا كله كلفة كبيرة جدا لابد أن يتحمل هذا الاحتلال وصدى تلك الكلفة المشروع. أيضا في الجهة المقابلة هو الرعب والخوف طبعا. الذي يزرعه هذا السلاح، ونحن نرى الملاجئ كيف أن هناك مسؤولين أيضا من الحكومة الإسرائيلية دخلوا هذه الملاجئ، بينهم وزيرة النقل. دكتور أبو جزر، وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين بأنه لن تجري الموافقة على وقف الاغتيالات ولا على تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان. إذا كان الأمر كذلك، معناه أن حكومة نتنياهو تمضي في هذه الجولة من الصراع. برأيك إلى أي حد، أو ما هي المكاسب التي تريد تحقيقها، فضلا عن أنها لا تريد أن تخفق أو أن تسقط هذه الحكومة؟ عمليا نتنياهو حقق مكاسب كثيرة في الجولة الأولى من هذه المعركة. هو استعاد اللحمة إلى حكومته التي كانت مهددة بالانقسام. هو أيضا حاصر المعارضة الأسبوعية التي تتظاهر من خلال هذه الحرب، توقفت مظاهر التظاهر ضد حكومة نتنياهو. هو أيضا صور للمجتمع الدولي أن إسرائيل تدافع عن نفسها، وصور للمجتمع الداخلي بأنه قائد يستطيع أن يهزم فصائل عسكرية من خلال تصوير الإعلام الإسرائيلي أن الأهداف التي استهدفها نتنياهو وجيش الاحتلال هي أهداف خطيرة جدا وتشكل خطرا، مع العلم أن الأهداف والضحايا في معظمهم هي أهداف مدنية. القوة التي استخدمت ضد هذه الأهداف المدنية هي قوة مفرطة جدا، نتحدث عن 40 طائرة، منها طائرات مجنحة وطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية الأخرى. عملية التهويل الإعلامي الذي استخدمها جهاز نتنياهو الإعلامي لتصوير هذا النصر العظيم هو لتحقيق مكاسب داخلية في الأساس، ومن ثم فرض آلية حوار جديدة مع المنطقة. الحرب التي قام بها نتنياهو لا يهدف بها فقط قطاع غزة، هو يهدف بها خلط أوراق المنطقة. التقارب السعودي الإيراني لم يترك لنتنياهو الورقة المعهودة التي خلال السنوات العشر يتحدث بها إيران. اليوم أيضا الملف السوري في عودته إلى جامعة الدول العربية بدأ يزعج السياسة الخارجية الإيرانية. عملية التعامل مع الطرف الفلسطيني في ظل رفض السلطة الفلسطينية العودة للمفاوضات من أجل المفاوضات مع نتنياهو، في ظل مقاطعة حتى أمريكا التي وضعت كثيرا من التحفظات، ومعظم رموز حكومة نتنياهو هم مقاطعون من المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، لم يرحب بهم ولم يستدعى أي وزير إسرائيلي حتى الآن إلى هذه المؤسسات. كل هذه الأمور مجتمعة جعلت من نتنياهو يستسهل الذهاب إلى الجحيم، أي جحيم خوض حرب والمراهنة والمتاجرة بدماء المدنيين الفلسطينيين. هو يريد أن يخرج ملكا منتصرا لدولة بني يهود. أعتقد أن نتنياهو كالعادة سوف يدفع أثمانا كبيرة، وأريد أن أذكر أن الخطاب الأول له بأنه ليقنع شعب إسرائيل أو شعبه اليهودي بأن هذه المعركة استهدفت قيادات عسكرية في الجهاد الإسلامي الذي من بعدها لن يكون هناك خطرا على دولة. هذا الخطاب استخدمته جولدا مائير عندما اغتالوا الشهداء في السبعينات كمال ناصر، كمال عدوان، وبيوسف النجار. ثم اغتالت إسرائيل كثير عشرات القيادات الفلسطينية مرورا بأبو علي حسن سلامة، ومن بعدها قيادات في الداخل الفلسطيني، حتى قيادات أبو صلاح شحادة، أبو شنب، الشهيد الرنتيسي، أو قبله الشهيد أحمد ياسين، وبعدها وقبله الشهيد المهندس، وبعدها الكرمي في الضفة، وشهداء عدة، وحتى شهيد أبو عمار. كل مرة تغتال إسرائيل قيادات فلسطينية وتخرج بخطاب أنها اغتالت هذه القيادات لتأمين. اغتيال قيادات فلسطينية ومجاميع فلسطينية لن يوقف المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية موجودة قبل وجود فتح، وقبل وجود حماس، وقبل وجود الجهاد الإسلامي، وسوف تستمر هذه المقاومة طالما بقى الاحتلال. وسوف يموت نتنياهو كما مات شارون، وكما مات قبله بيجين وشامير من بعده. كل هؤلاء ماتوا وبقي الشعب الفلسطيني وبقيت المقاومة الفلسطينية. وربما هذه قناعة راسخة أيضا في قلب الاحتلال، ويرونها رأي العين، وهم يرون ضعف
الإمكانيات الموجودة هناك مع موازنات في الصراع. دكتور الأصل، من بين الشروط التي اشترطتها حركة الجهاد الإسلامي من أجل وقف إطلاق النار شرط إجراء منع إجراء مسيرة الأعلام في القدس القديمة الأسبوع المقبل. نحن لاحظنا في السنة الماضية كيف أنه جرت هناك مفاوضات كثيرة وضغط كبير بشأنها، وجرى تحويل مساراتها وقننت أو حددت هذه المسيرة. اليوم وحركة الجهاد تضعها في قلب الصراع وتضعها ضمن هذه الشروط، هل نحن الآن أمام تمديد أمد الحرب إلى الأسبوع المقبل؟ الكيان الاحتلالي استعد أن الحرب تكون مدتها أسبوع، لكن يعني اليوم بنلاحظ أنه صار في إصابات داخل الاحتلال، في أخبار أولية بتقول أنه في قتيل وأيضا في حالة ميؤوس منها. مسيرة الإعلام التي تفضلت بها هي طبعا كان عليها يعني حرب كبيرة في عام 2021، لكن إسرائيل تتميز بميزتين كبار، وهي الميزة الأولى المرونة وعدم التراجع. ممكن نقول اليوم المحتل إن إحنا مش هنطلع مسيرة الإعلام، لكن بعد فترة حيعاود ويخرج من جديد. طبعا هذا شغل استراتيجي معروف عن الاحتلال الإسرائيلي، إنه بيعمل عمل استراتيجي وليس ردات أفعال فقط، وإنما هو بعمل ممنهج. والدليل على هذا العمل الممنهج أنه قام باحتلال الأراضي في معظمها، وقطاع غزة لا يمثل إلا 1% فقط من فلسطين، في حين أنه كان يمثل 51% لواء غزة قبل حرب عام 48. والضفة الغربية التي كانت تمثل ما يقرب من 22% الآن بدأت يعني تتصفى إلى يعني وحدات سكنية بسيطة في بؤر يعني مدنية قليلة، سواء كانت في نابلس أو في بيت لحم أو كرم أو رام الله أو الخليل. وباقي المناطق بدأ الاحتلال والاستيطان يستحوذ عليها ويسلبها ويضمها للجانب الاحتلالي، ويشق الطرق التي تستنفذ عشرات الآلاف من الهكتارات في مناطق الضفة الغربية. وكما سلف في القول هذه استراتيجية، مسيرة الأعلام من هذه الاستراتيجية التي نراها. وأيضا حتى كمان يعني حمل الأضاحي إذا كنا نتذكر إلى المسجد الأقصى أيضا شأن استراتيجي، وسوف يعني نلحظ في الأيام القادمة. طبعا هذا كان يعني سبب من الأسباب أو هدف من الأسباب الأهداف التي طلبتها حركة الجهاد الإسلامي من أجل إبرام التهدئة، إضافة إلى ذلك تسليم طبعا جثة الشهيد خضر عدنان، وأيضا إيقاف الاغتيالات في الضفة الغربية. نعم، عدم اتخاذ سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وكما هو معروف طبعا الاحتلال يعني دائما لديه جنون العظمة، ولديه أيضا بعض الأحلاف الذين يؤيدونه بدون أن يكونوا يعني عند مسؤولياتهم. وفي المقابل لدينا انقسام، يعني آسفون على هذه الكلمة، وهذا الانقسام يؤثر كثيرا. لكن في قطاع غزة بنلاحظ أنه في وحدة في الميدان، هناك وحدة في قرار الحرب وقرار السلم داخل قطاع غزة. وجدنا هناك انضباط كامل داخل هذا القطاع، هذا الانضباط بين من خلال الرشقات الأولى التي أطلقت بعد مضي فترة من الزمن. كمان لاحظنا أنه ردات الأفعال السريعة غابت في هذه الجولة من التصعيد، كان في الجولات الفائتة بنلاحظ أنه دائما ردات الفعل بدون حسابات، وكأن يعني لسه يعني الفصائل الفلسطينية كانت خبراتها لا زالت مبتدئة، لأن الخبرات متراكمة وخبرات وافرة موجودة لديها تستطيع أن تطلق بالكيفية التي فقد أثبتت ذلك في أكثر من جولة. أختم معك دكتور أبو جزر، في حديث الدكتور الأصل عن الانقسام يبدو واضحا بعض التصريحات، ففي حين سرايا القدس تفرض شروطا على المحتل بأن تتوقف الاغتيالات في الضفة الغربية وأن لا تقام مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، تخرج علينا تصريحات القيادي في حركة فتح عزام الأحمد من أن الحركة غير معنية بهذا الصراع. كيف يمكننا قراءة ذلك؟
أولا الانقسام البغيض هو نكبة ما بعدها نكبة، وأنا بتقييمي أن هذا الانقسام هو أخطر بكثير من الاحتلال. ومن أجل استكمال مسيرة التحرير الذي بدأها المقاومون الفلسطينيون الأوائل، يجب علينا أن نتخلص من الانقسام وآثار الانقسام، ولا يجب أن نردد أي خطاب. أنا غير مقتنع أن لا عزام الأحمد ولا غيره يمكن أن يخاطب بهذا الخطاب، هذا خطاب غير وطني. الخطاب الوطني الوحيد في وقت هذه الحرب أننا كلنا متكاتفون لمواجهة الاحتلال، ولا نفرق بين فتح وحماس والجهاد والمستقلين. فأنا أقول لك الشعب الفلسطيني يختلف كثيرا فيما بينه، يختلف في طريقه للنضال، في أساليب النضال، ولكن لا يختلف في الهدف الثابت والفكرة هو التحرير. والقائد الرمز ياسر عرفات هو رسخ هذه الفكرة عندما كان يحتضن الشيخ أحمد ياسين ويحتضن شيوخ الجهاد الإسلامي، وكان يرعى الجميع، وكان يرعى الجميع، كان يرعى إرثا وطنيا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع الاحتلال. لا يمكن أن نتطرق إلى خطاب مهترئ على لسان هذا أو ذاك يفرق ويزيد. اليوم هناك خطاب إسرائيلي يتحدث أن حماس لا تشارك في المعارك، ونحن لا نثق بهذا الخطاب. هناك خطاب بعض الأعلام، بعض الإعلاميين الذين لا يريدون لشعبنا خيرا، ولا يفقهون آلامنا وأوجاعنا بسبب خساراتنا لخيرة أبنائنا وأطفالنا ونسائنا، ويتركون المعركة ويتجهون إلى خطابات الفتنة. لعن الله الفتنة ومن أيقظها، ولن نستمع إلا إلى خطاب واحد، هو خطاب الوحدة، خطاب المقاومة، خطاب الرد الفعل الذي يجب أن يفهمه هذا الجيش المحتل لكي لا يتكرر هذا الإجرام قريبا. لأن جولات إسرائيل هذه ليست الجولة الأولى في امتصاص، في إسالة دمائنا. إسرائيل في كل أزمة داخلية وفي كل معترك انتخابي إسرائيلي تكون باكورة هذه الانتخابات أو أزماتها على دماء شعبنا الفلسطيني، سواء في جنين، سواء في نابلس، سواء في القدس الشرقية، سواء في غزة، في رفح. لذلك ليس من الحكمة أن نلتفت إلى بعض المقولات التي تنغص الوحدة الفلسطينية وتساعد في تكريس الانقسام. وربما كان الأمل في أن تكون هناك مقولات تسند ولو معنويا ما يبذل من جهود لمقاومة المحتل. دكتور أبو جزر رمضان، أبو جزر وأنت رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك دكتور سامي الأصل، الأستاذ بجامعة الأقصى، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، فاصل ونعود إلى الجزء الثاني من المشهد، الانتخابات الموريتانية.